أعزائي المزارعين، أعزائي هواة زراعة النخيل، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ومسرة. هذه هي يرقة دودة البلح، وهذه هي الإصابة التي تحدثها على ثمار النخيل. هذه اليرقات واضحة، وهذه هي المخلفات البقع السوداء القريبة من القمع. أي مزارع يشاهد هذه البقعة السوداء يتأكد أن عنده إصابة. طبعا اللي جعلني أثير هذا الموضوع هو كثرة شكوى المزارعين من الإصابة بهذه الديدان في هذا العام. فيه عملية بسيطة وسهلة وميسرة، إذا قمت بها كمزارع انخفضت عندك الإصابة بنسبة قد تصل إلى 90% بدون أي مبيدات. ما هي هذه العملية السهلة؟ عند صعود العمالة إلى النخلة لأي أمر كان، سواء خف أو تكيس أو تعديل أو ما شابه ذلك، يجب التنبيه عليهم بتحريك جميع العذوق حتى تسقط هذه الثمار المصابة على الأرض حاملة معها اليرقات اللي هي طور الضار. بذا قمنا بكسر دورة الحياة أو دورة حياة ديدان البلح، فانخفضت الإصابة بنسبة كبيرة. طبعا يستحيل أن تصعد هذه اليرقة مرة أخرى للنخلة وتصيب ثمرة أخرى سليمة. الشيبان يقولون من أول حرقوا النخلة بحرف القاف، تحريك أي إزالة هذه الثمار المصابة من العرق. هم يلاحظون الإصابة انخفضت بنسبة كبيرة أو نسبة تصل إلى 90%، لكن ما أدري هل يعرفون أن اليرقة سقطت على الأرض وقمنا بكسر دورة الحياة أو لا. المهم المحصلة النهائية إن الإصابة لهذه الحشرة اللعينة انخفضت بنسبة كبيرة جدا. وفق الله الجميع ورعاه.